البرنامج برعاية وحبنا لكم ما بينقاس. اليوم جينا لنتسلى معاكم. اليوم احنا موجودين بحلقة جديدة فيها ان شاء الله من المتعة والفائدة والترفيه والجوائز العديدة. مع مين؟ مع ربحان، مع جوان وليليان. يا ترى هل حلقتنا حتكون سهلة ولا صعبة؟ صعبة شوي لان السؤال صعب. والله ما حق سؤالنا اليوم ترى صراحة فيه صعوبة، لذلك يمكن اليوم نواجه شيء من الصعوبة في سؤال حلقتنا. مع ذلك خلينا نشوف هلأ إن شاء الله راح نبدأ يا بنوتات في الحلقة. بدنا همتكم اليوم معانا، والكل إن شاء الله حيكون ربحان. منوجه التحية لمين؟ لهذا المكان الجميل اللي احنا فيه اللي هو مكة مول، وكذلك لمين؟ للتلسكوب، الشركة الرائعة لجهدهم معانا وجهدهم معانا. الشباب اللي موجود الله يعطيكم ألف عافية اللي أنتم عم تسهروا معانا ليلا نهارا، وللشباب اللي عم بمنتجوا خلف الكاميرات إلهم كلهم أحلى تحية. إن شاء الله راح نبدأ الآن ننطلق. جاهزين؟ جاهزين. يلا معانا، يلا. بدنا الكل فرحان يا ضحان مع عجوان وليليان. كيف أموركم؟ أهلا وسهلا. كيف تمام؟ كيفكم عجوان وليليان؟ أهلا. أهلين، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير يا رب. عندنا سؤال بيحكي عن بدنا خمس أنبياء كانوا من العرب. كانوا؟ من العرب. اتصالاتكم كانوا من العرب. موسى، آدم، سيدنا محمد. ثلاث. نوح. اعطوني خمسة، اعطوني خلاص، قولوا لي هذول خمسة. معاكم عشر ثواني لأنه بدنا نكمل مع الكل. سيدنا محمد ونوح وآدم وموسى. عيسى برضو عربي. كان بدنا تكون الإجابة صحيحة. نشكركم، شكرا جزيلا لكم، سعدنا بشوفتكم، فرصة سعيدة. ننتقل، تعالوا نشوف. مش مستحضر غير نبي الله صالح وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشكرك، الله يرضى عليك، فرصة سعيدة. سامحنا، سامحنا. والله انت تجاوب على اسماء ابوي، اسم ابوي، اسم ابوي اسحاق، واسم اخوي يعقوب. تمام. وهود. صالح. وصالح. أدي صاروا أربعة. وشايب. شايب. كانت ودنا أن تكون الإجابة صحيحة بس لا. كان بدنا تكون إجابة صحيحة. سامحونا. نشكركم، نشكركم، شكرا، شكرا جزيلا. هود عليه الصلاة والسلام، محمد اللهم صل على سيدنا محمد، وإسماعيل، شعيب، ويونس، نبي الله يونس. كان بدنا تكون إجابة صحيحة. نشكركم. خمسة أنبياء. سيدنا محمد. أعطونا الخمسة. سيدنا محمد. سيدنا محمد. لا. سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عجمي. سيدنا محمد. يلا يلا حسر يلا. كان بدنا تكون الإجابة صحيحة. بنشكركم، شكرا جزيلا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. جوان وليليان اليوم عندهم سؤال في برنامج ربحان مع جوان وليليان. ايه سؤالنا؟ خمس انبياء عرب. النبي اسماعيل عليه السلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هود عليه السلام، وشعيب، محمد وإسماعيل وهود وشعيب عليهم السلام، وصالح. هود. شوي هود مظبوط.
إسماعيل عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، نبي صالح، تمام، شعيب، وهود. يا سلام عليك، إجابة صحيحة. نعم صحيح، من خمسة من الأنبياء العرب هم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والنبي إسماعيل وصالح وشعيب وهود. نعم هم الخمسة من العرب عليهم السلام. أول هدية معنا يعني معلومات معلومات يا رب تكون هالمعلومات. أول جائزة ربحتيها معنا، ألف مبروك عليك، هذه جائزة مقدمة من بن فخر الدين. بن فخر الدين إيش قدموا لحضرتك؟ إيش هذا؟ أرقى أنواع البن من فخر الدين للقهوة، وكذلك كمان قدموا لنا إشي ثاني، ألا وهي إيش هذه؟ شوكولاتة عشان تتحلي مع القهوة. شوكولاتة العيد؟ يلا نعم شوكولاتة العيد إن شاء الله يا رب. ألف مبروك عليك، بكفي هدايا. لا من ريكي. ريكي؟ ريكي ريكي متخصصين بإكسسوارات الخلويات، قدموا لك مجموعة من الهدايا، اتفضلي حتى بس أعطيك إياهم، أعدي لك إياهم. واحد شاحن للسيارة سريع، اثنين سماعات للتليفون، ثلاث شاحن للبيت سريع، أربعة كمان شاحن للسيارة سريع للسيارة الثانية إذا في سيارة ثانية، وختاما هذا الكيبل اللي لنقل المعلومات من التليفون لللابتوب. الجائزة التي تليها يا جوان مين؟ شكرا. مجوهرات ديار مكة، تفضل شوف فيها. شكرا شكرا شكرا. مجوهرات ديار مكة قدموا لك ايش؟ أوه. خاتم من الذهب من مجوهرات ديار مكة بفرعيها طبربور وسلاع العلي، ألف مبروك عليكي. ليليان أوبتيكا سميرة ميس قدموا لك نظارة، ألف مبروك عليكي. هذه النظارة نظارة شمسية نسائية، بصير؟ لا لا بصير طبعا طبعا، خلينا نشوفها كمان، احنا نشوف إبداعاتهم، نساعدك فيهم أو جوا الكيس. بسم الله. شكرا شكرا، ألف مبروك عليكي. الجائزة اللي بعدها كمان مش بس هيك، أنت اليوم إيش؟ ربحان مع جوان وليليان مطعم خاشوكا. خاشوكا نعم خاشوكا. موجودين لهم فرعين في عبدون وفي دابوق، شوفي إيش أعطوك من جوا. دعوة خاصة، مطعم خاشوكا بفرعيه عبدون ودابوق يقدم لكم دعوة لأربعة أشخاص من خلال برنامج ربحان مع جوان وليليان. ألف مبروك عليكي. والجائزة التي تليها من كودي برمجتي، كودي برمجتي لتعليم لغة البرمجة للكبار والصغار، عم بيعطوكي دورة مجانية بقيمة 200 دينار من خلال برنامج ربحان مع جوان وليليان ومؤسسة سما الأقصى للتدريب مشروع برمجتي، ألف مبروك عليكي. ومن جالكسي بارك بطاقة تروح وتلعب هناك ب 50 دينار قيمة 50 شكرا دينار. جالكسي بارك مدن الألعاب الرائعة بيستضيفوكم من خلال هذه البطاقة بقيمة 50 دينار، ألف مبروك عليكي. هربل داينستي، هربل داينستي متخصصين بالأعشاب الطبية الرائعة، بيقدموا لكم هذه الهدية، مستحضرات تجميل، فيتامين، مواد مكملات غذائية حتى للأمهات في البيت اللي بدوروا على الماج الطبيعي موجود عندهم كمان. شكرا. وأخيرا شكرا. وليس آخرا، ضايل هديتين أيوة بابا، ومن تشيكي تشيز دعوة لعيد ميلاد، أفتح أشوف ولا كيف؟ كيفك؟ دعوة لعيد ميلاد في تشيكي تشيز، المكان الرائع اللي جوان وليليان دايما بيحتفلوا فيه في أعياد ميلادهم هناك، ألف مبروك عليكي. إيش الفاوتشر يا جوان؟ الفاوتشر الأخير اللي معاكي إيش؟ من سيرينا كيك، عشان سيرينا كيك. أكيد ما حتروحوا على تشيكي تشيز بدون كيكة، قال كيك من سيرينا كيك، كيكة العيد ميلاد. نعم ربحان مع جوان وليليان، قالب كيك مقدم من سيرينا كيك بفرعيه الجبيهة وشارع الإذاعة. ألف مبروك عليك. الله يبارك فيكم. يعني صراحة يعني مش عارف شو بدي أحكي، مشكورين الهدايا كتير، وكل عام وأنتم بخير يا ربي، والله يحفظهم ويخليهم ورمضان كريم. يا رب علينا وعليكم نشكرك، وأنتم كملين معاكم إن شاء الله بعد الفاصل مع جوان وليليان لحتى نشوف الأطفال الرائعين شو حيلعبوا بعد الفاصل. عمرك جربتي تلعبي كرة قدم؟ جربت يلا جربي عشان نشوف مهاراتك، عشان نشوف لياقتك. الله
شكلك شاطر، يلا نشوف بهاراتك. يلا شوتها يا زهر. والله ممكن، والله ممكن، والله ممكن، والله ممكن. يا دار اللي بعده. شو اسمك؟ إيفا. كم عمرك؟ 5 سنين. تحبي كرة القدم؟ آه. يلا يلا روحي روحي بدي. شات 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 شات. برافو 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 عليكي. يا سلام يا سلام عليها، يا سلام عليها الأمورة. فيها ما شاء الله عليها لعيبة كرة ما شاء الله، ما شاء الله. برافو عليها. جواني ليليان. يا ايش اسمك؟ ايش يا ايفا؟ كيف كانت الكرة؟ سهلة؟ طيب شو ربحت اليوم معانا مع جوان وليليان؟ جوان وليليان جيبوا لنا الجوائز. ما شاء الله عندها ايفا ركزت. جوائز. صح بابا، احسنتي بابا. ما في شيء. الله يحميها يا رب، الله يحميها. الجائزة الأولى. من شاكي تشيز. تفضل اقرأ لنا ايش الجائزة الأولى. شاكي تشيز مكان متخصص للأطفال. نعم. Enjoy free birthday party. بدهم يروحوا هناك يستمتعوا بعيد ميلاد لحدا من الأطفال. لا أيوة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم. وأكيد راح تروح على تشيكي تشيز بدون كيكة من سيلينا كيك. سيلينا كيك إيش قدموا لنا؟ نقرأ. عطيني يا ليليان أساعدك. سيلينا كيك ربحان مع جوان وليليان. قالب كيك مقدم من سيلينا كيك لفرعين شبيهة وشارع الإذاعة. يا عين عليك. والجائزة اللي بعديها ليليان حتعطيك إياها. لا هاي بطاقة الكرت تاعنا. أيوة يا بابا تفضلي. وجوهرات ديار مكة قدموا لك هذا الإشي. هذا عبارة عن إيش؟ ما ذهب. آه؟ عبارة عن ذهب. بس جد؟ ذهب. الله خاتم ذهب مقدم من جوهرات ديار مكة. ألف مبروك. مبارك مبارك. إلهم فرعين بطلاع العلي وبطبربور. أبناء عدنان أبو خاص. والجائزة اللي بعدها برضو تاني مرة رجعت لي نفس الورقة. وهي الجائزة اللي لا هاي لك بابا. أوه ما شاء الله الذهب للذهب. ومن كودي برمجتي شوفوا شو أعطوا. تفضلوا نقرأ إيش أعطونا. كودي برمجتي ما شاء الله عشان لحقين إحنا ما شاء الله. دورة برمجة بقيمة 200 دينار من مؤسسة سما الأقصى للتدريب مشروع برمجتي. نعم صحيح. شكرا 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 شكرا. يلا اللي بعديها جوان مليان. إيش هربل داينستي. هربل داينستي السلالة العشبية. أعطونا قسيمة شرائية بقيمة 50 دينار. ما شاء الله شكرا شكرا ما شاء الله. للمنتجات العشبية والمستحضرات الطبية الفيتامين وغيرها. ليليان جالاكسي بارك بطاقة بقيمة 50 دينار. شكرا شكرا عليكم. تروح يلعبوا الصغار. واخيرا وليس اخرا لسه في كمان، لسه في كمان. وانت اليوم ربحان مع مين؟ مع جوان وليليان. ما شاء الله مع جوان وليليان مش عم بلحق امسك الجوائز. ما شاء الله. ايش يا جوان؟ ربحان من فاوتشر من اوبتيكوس، من اوبتيكوس سميرة ميس بقيمة 50 دينار. تروح اشتري النظارة اللي بدك اياها. شكرا يا سلام. شكرا. والجائزة التي تليها ختاما كفتة هاوس. يس. قدموا لك هذه الدعوة. كفتة هاوس دعوة الإفطار معنا. تقبل الله صيامكم إن شاء الله. الله يجيبوا علينا على خير، علينا وعليكم إن شاء الله. وشكرا لكم وما شاء الله عنكم يعني. اللهم الله يحفظهم ويعطيكم ألف عافية. نسمع منك كلمة في الختام. شكرا لكم وما شاء الله عنكم. وانت يعني انت ما شاء الله جوان وليليان قديمين جدا مع الاطفال وكلهم تتربوا مع جوان ومع ليليان ومعك يعني. الله يبارك فيك يحفظك اياهم ويخلي لك اياهم. وانت ايش بتحب تقولي لجوان وليليان؟ ليليان شوي ايش بتحب تقولي لجوان وليليان؟ بحبهم وهم كمان بحبوكي. الله يحمي لك اياها. الله يحييك. شكرا لكم. وانتم كمان مكملين معكم بسؤال حلقتنا كالعاده. السؤال الان ان شاء الله راح نكتب لكم اياه وننتظر الاجابات. وين يا جوان وليليان؟ صفحتنا على الفيسبوك. ليليان وين الصفحه موجوده؟ بصندوق الوصف موجودة صفحة جوان وليليان. سؤال حلقتنا جائزتهم 100 دولار لكل اللي بيشاركونا من أي مكان مقدم مؤسسة شرحبيل غانم للسياحة والسفر والحج والعمرة. إذن نراكم على خير إن شاء الله بحلقة قادمة. و مع السلامة. مع السلامة.